السلام عليكم. غادي نحضروا ان شاء الله الصفوف على بركه الله. غادي ناخذوا هذا اللوز، يعني غنخليه بقشرته غير مسحته مزيان، وغادي نخليه بقشرته غادي نحمره في الفران. وكان نفس الشيء غادي ندير الساسمي وجنجلان، حتى هو غادي نحمره في الفران ونكملوا الخطوات باش نديروا الصفوف ديالنا. ورمضان دركنا وباقي ما درناش الصفوف، يلا على بركه الله. اللوز هو ده حمرته في الفران يعني بقشرته، حيت القشره مهمه، يعني كتشوف من الوسط هو ولا باين انه محمر. هذه حبه حلاوه هي حمرتها في الفران. هذا النافع والطحين، ها هو كتشوفوا كنحمروا هنا في الكوكوط، كيجي يعني زوين، غير واحد يعطيه التحراك مزيان، واحد يعني ما تغفليش عليه التحراك، ما يتحرقش وكيتحمر في الكوكوط زوين. والنافع هو مازال كنقيو فيه الجنجلان، احنا كنحمروه كنستمروا في التخلاط ديالو باش ما يتحرقش لينا، ونحمروه ونكملوه. السلام عليكم، هذه هي المقادير ديال الصفوف. هذا اللوز بعد ما حمصته في الفران ناخذ منه كيلو ديال اللوز غادي نطحنو. هذا الدقيق هذا ندير 2 كيلو حمصتهم في الطنجره، انا مازال مخليهم في الطنجره في الكوكوط، حيت انا حمصته هنا في الكوكوط اللون ديالو ولا بحال هكا كيف ما قلت لكم. وكيلو ديال السمسم محمص، و 750 غرام ديال الزبده غادي نذوبها هايا. وغادي ناخذ 4 المعالق ديال القرفه، وغادي ناخذ 2 معالق من حبه حلاوه، وغادي ناخذ 4 المعالق ديال النافع. هادشي كله غادي نطحنو. وغادي ناخذ عندي المسكه الحره غناخذ منها معلقه صغيره، وعندي العسل هذا غناخذ منه 250 غرام ديال العسل. كذلك عندي الجوزة ولا جوز الطيب غناخذ منه وحده، وعندي غناخذ كذلك نص إطرو ديال الزيت، انا غنستعمل زيت الزيتون، وغنستعمل مسحوق السكر، غناخذ 370 غرام ديال مسحوق السكر، وغندير رشات الملح. وهاد العناصر كلها غادي نطحنها، وغنتلاقاو في التخلاط ديال الصفوف ان شاء الله. يعني هذا ما تكونوش ديروه، يعني استمروا في التحراك وما تغفلوش عليه، حيت الا غفلتوا عليه كيتكور ولا يتحرق، يعني تيجي زوين من هكا في الكوكوط. وهادشي كلشي حمرته في الفران بالجلف القشور ديالو، حيت القشور ديالو فيهم المنافع بزاف، يعني ما تهروش القشور، ما تيحروا ما حتى شي حاجه، يعني خليوهم المنفعه ديالهم زوينه وطيبين غير في الفران، مشاربين لا زيت لا والو، يعني صفوف صحي. اما لو تكونوا مقليين يعني تيشربوا الزيت بزاف. وهذه المسكه الحره هالشكل ديالها، ولا هذه زوينه كتجي كل ما كيديرهاش نبغي نستغنى عنها، ولكن تجي زوينه. واحد ديال حبه وحده حنا نحكها وسط الصفوف، والقرفه حتى هي كاينه. دابا غادي ان شاء الله نبداو نخلطوا الصفوف ديالنا. حطيت هنا 4 معالق ديال النافع ولا الشمر، حطيت هنا 4 المعالق ديال حبه حلاوه، وحطيت هنايا 3 المعالق ديال القرفه، وغادي نزيد عليهم واحد هذه جوز طيب ولا جوزة غنزيد عليه وحده هايا. غادي نحكها في الحكاكه وغادي نزيد عندي اللوز نصو طحنته مزيان، عندي كيلو ديال اللوز هذا طحنته مزيان، وغادي النص الاخر غادي غير نخدلي غنهرمشو
شويه حتى هو غنزيدوه على الخليط. وكذلك غنحطوا عليه قليل من الملح كما كتشوفوا، قليل من الملح. وبعد ما بشرت فيها الكوزه، يعني بشرت فيها كوزه وحده، يعني حبه كامله ديال الكوزه، غادي نزيد عليها واحد 350 غرام ديال السكر مسحوق. سكر اللي هو يكون سكر ضروري يكون، ما تكونش سنيده، تكون مسحوق السكر باش ما يبقاش يتغزغز. غناخذ كذلك جوج كيلو ديال الدقيق، كما تشوفوهم اللون ديالهم ولا زوين. حمرتهم غير في الكوكوب، يعني استمريت في التحراك ديالهم وحمرتهم غير في الدار. كيجي زوين ورائع، وكتحكمي انت في اللون اللي بغيتي، واش يكون غامق ولا فاتح شويه. ها جوج كيلو غادي نضيفهم لهذا الخليط اللي انا درته هنا. انا كنحضر في الطنجره، حيت البانيو عندي صغير ما قدنيش، يعني نقدر عندي طنجره كبيره غنخلط فيها. كذلك غناخذ هذا القدر ديال المسكه الحره، كما تشوفوا المسكه الحره. غادي نحطهم هنا، غادي نضيف فيها غير اللوز، حطيت فيها اللوز، غادي نطحنهم ونحطهم على الخليط تاعهم. هاد السمسم اللي انا حمرته هنايا غناخذ منه قمت، يعني حساب كاس، غنكبو شويه باش ما مطحونش، باش يبقى باين، وكذلك تيدير منظر زوين في السفوف. كبيت منه شويه، غادي نخلطو مع هذا ونخليه. ونفس الشيء بالنسبه للوز، كذلك نص غادي نطحنو مزيان، ونص غادي غير نهرشلو شويه. السفوف ديالنا بعد ما حطينا النواشف كامله هنايا، غنخلطوها مع بعضياتها. يعني هاد الفوقاني راه الطحين دقيق ملي حمصتو ولا داك اللون، انا عطيت لي لون زويون، تيعجبني يكون شويه غامق. يعني كيما قلت لكم حطيت للتذكير فقط، وانا غنزيد نحطها في صندوق الوصف. درت جوج كيلو ديال الدقيق محمص، ودرت كيلو ديال السمسم، ودرت كيلو ديال اللوز، ودرت ربعات المعالق ديال النافع، وربعات المعالق ديال حبه حلاوه، وربعات المعالق ديال القرفه، ودرت جوج هذوك الصغيورين ديال المسكه الحره، هذوك اللي وريتكم، ودرت كوزه وحده حكيتها، ودرت قليل من الملح. غادي نحرك هاد النواشف مع بعضياتها مزيان تتماسك، نطلع داك اللي كيقع، وملي غتماسك غنزيد عليها نسيت الزيت، وغنزيد عليها 350، وغنحطيت فيها اكشلي 350 غرام مسحوق السكر ثقيل. وبقى غنزيد ليها العسل، ونزيد ليها الزيت، نحط لها زيت الزيتون، ونحط لها العسل. فصراحة ما غنديرش ليها واقيلا الزبده، غنفضل نكتفي بالزيت والعسل. غنحاول نحط ليها نص ديال العسل يعني العادي، وغنحط نص ديال العسل الحر باش تجي صحي. نخلطها بنص ديال العسل الحر، شفتي يعني باقي تنطلع النافع من التحت من القاع. وغادا هذه اضافه غير من عندي انا، باش يعجبني يكون صحي هاد السفوف اللي كنديرو. غادي نزيد عليه واحد الباك ديال البيستاش، غادي نطحنها، وغادي نضيفها عليه. ولكن هذه انا من الاضافات ديالي انا، ما تكونش زعما في السفوف، حيت البيستاش مفيد بزاف، غادي نزيدو باش يعطي قيمه غذائيه للسفوف ديالنا. هاد الباك هذا كله غادي يعني فيه شحال، فيه 450 454 غرام، يعني واخده من واحد شويه، يعني نقول بقى 450 غرام ديال البيستاش. حتى هي غاديه نزيدها للسفوف ديالي. وكيف قلت لكم انا كنخلط نص ديال العسل الحر ونص ديال العسل العادي، والزيت الزيتون. الزبده ممكن نحط قليل من الزبده دابا، يعني كيما قلت لكم خلطوا النواشف كلها باش السفوف يتماسك لكم مع بعضياته، وعاد حطوا فيه دوك السوائل باش تتجمعوه.
دابا سكر كلاصي اللي هو مسحوق السكر، غادي نخلطو مزيان مع العناصر تماسك مع بعضها، النواشف كلها غادي نمسكها مع بعضها، وراها غادي نحط العسل، عندي العسل هذا العسل الحر هذا كيتشرب من هنايا، وغادي نحط عليه شويه العسل العادي، وهذا عسل الحر غادي نصايبو بيه. في هذا زيت الزيتون غادي نحطو، نحط القدر ديال نص إيطرو الزيت، وغادي نبقى نشوف على حساب واش تبغي تشوف معلك ولا شويه هذا، وغادي نتلك هذا الزيت مزيان يدخل مع هذا غادي نحط دابا العسل، ذوبته هنا غادي نزيدو باش نتلك هذه العناصر مزيان. هاد العسل صراحة غادي ريحتو غزال، يعني ماركة زوينة بزاف، كنشريو هنا من US، هاهي US Grade A، زوينة ريحة العسل الحر. غادي نخلط هادشي مزيان مع بعض، هادشي لازم اليد بغيت غير نخلي يدي نقيين بلا ما كبيت تا السمن، الزبدة اللي هي دارتها كتدير، وغادي نقفاض على ونعلك وندلك. غادي نكبو الزبدة بعد ما ذوبناها، درت 750 غرام ديال الزبدة، دابا حطيت كل المكونات كاملة اللي تيخصها الصفوف حطيتها، دابا جات المرحلة ديال الدليك، يعني خص شي تفرغ شي حاجة واسعة ويتدلك مزيان. دابا غندلك ونوريكم الشكل النهائي ديالو، حيت راه يعني هاد الماء غتخدم ليا المغطى، وهاد الإناء شوية صغير. ديك شحال قاصح، يعني خاص تكون عندك شويه ديال الماصوز باش تبان بشكل، باش تدلكي هاد الشفوف باش تخلي كلشي يدخل مع بعضه. جا صراحه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شي باقي عندك بقى ما كملتش، يعني شحال نص ديال دابا حنا كنديرو الشفوف، وحضرنا معنا الكعك، ها هو يعني الكعك، هاد الكعك زويون كيجي زوين وساهل، هادو هما التوجيهات ديال رمضان، كيجي زويون وساهل، هذا هو الكعك المصري كيعجبني كنديرو كيجي زويون. غادي نكملو نخبطو الشفوف ديالنا طير، الا بغيتو تجربوه يعني راه كيجي زويون طيب سمنو صراحة بزاف. يعني نوريكم باش تعرفوا كيجي زويون، غنشوف يعني كيتفرشش كيجي تيولي تيتفرشش تيذوب في الفم، يعني بالزربة كتاخذ كناخذها بحال هكا، يعني صراحة زويون بزاف. راه عندي العدي في القناة، الا بغيتو ترجعوا لذاك الفيديو وباغي نديرو رجعوا لذاك القناة وشوفوه وخذوا الوصفة من تما. الطاسة ديال الكعك ما شاء الله يعني جا زويون، وكيف ما قلت لكم راه عندي الوصفة في القناة، رجعوا لها غديروها وزويون، حتى بالنسبة يعني الناس اللي ما كيقدوش شي حاجة قاصحة دارين ودروسهم ولا ما عندهمش دراس ولا واتيفر، يعني هذا زويون يعني تخشيه فمك تيذوب بلا ما تحتاجي تمضغي. الصفوف ديالنا هو هذا، جا تحفة، جا يعني زويون ما شاء الله، جا زوين والقوام ديالو زوين، زعما جا موازن في المقومات ديالو كما كتشوفوا عن قرب، يعني جا
تحفه ما شاء الله. نتمنى تجربوا الوصفه وتخليوا لي رايكم في صندوق الوصف، ولا كان شي اضافه اي حاجه. وشكرا على التتبع ديالكم، كنشكركم بصراحه بزاف 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 للدعم ديالكم في القناه ديالي، وما تنساوش الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. شكرا بزاف.